نعم بالفعل لندن ترى أن هناك الكثير من الأكاذيب التي تحاط حول الرئيس فلاديمير بوتين بحسب ما جاء في تصريحات مدير المخابرات البريطانية جيريمي فليمينغ، والذي قال أن القوات الروسية تتكبد الكثير من الخسائر، ولكن الصورة لا تصل بالشكل المطلوب والشكل الصادق بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن، وأن هناك العديد من الإحداثيات والاستخبارات البريطانية تؤكد أن هناك قوات كثيرة تكبدت العديد من الخسائر، وهذا ربما السبب الرئيسي في سحب تلك القوات، أو كما أعلنت روسيا أنها سحبت العديد من القوات، لكن هذا لا يمنع أن روسيا متورطة بشكل كبير في المزيد من جرائم الحرب بحسب العقوبات الجديدة التي صدرت اليوم. منذ قليل أعلنت وزيرة الخارجية ليز تروس أن هناك عقوبات جديدة، منها على رأسها ما يسمى بجزار ماريوبول، الذي كان سببا رئيسيا في إطلاق الأسلحة وإطلاق القذائف على روضة أطفال ومستشفى في تلك المدينة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من العقوبات على وسائل الدعاية والإعلام الروسي، منها قناة روسيا توداي التي تم سحب الرخصة الخاصة بالبث المباشر من بريطانيا، وأيضا شبكة سبوتنيك وهي وكالة أنباء وعند التلفزيونات أيضا، وهناك قائمة بأسماء من يعملون في تلك المؤسسات، وحتى نحن تواصلنا مع أحد الزملاء في قناة روسيا توداي أو روسيا اليوم، والذي أكد هذا الخبر بالفعل، وأنه سيتم إغلاق المقرات الخاصة بهذه القناة، وأنه هناك متوقع من موسكو أن تتواصل معه لتجديد العقد وعمل إجراءات جديدة معه ومع بقية من يعمل في روسيا اليوم. هذا يؤكد أن بريطانيا لا تزال تعتمد على محاولة لإغلاق جميع وسائل التواصل المختلفة ودرج أسماء كثيرة، 1000 عقوبة حتى الآن قامت بها بريطانيا، بالإضافة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وربما هناك دفعة جديدة من الصواريخ المتقدمة البريطانية، أكثر من 6000 صاروخ بريطاني بالفعل تم توريدهم إلى أوكرانيا، وهناك المزيد متوقع، وخصوصا بعد مؤتمر بن ولس لجمع الأسلحة أو تبرعات بالفعل، خصوصا وأن المملكة المتحدة عمر قدمت تقريبا 10,000 صاروخ مضاد للدبابات إلى أوكرانيا،